يقول إذا لم يرمي الحاج الجمرة الأخيرة فهل عليه شيء؟ يعني إيه؟ يعني الجمرة الأخيرة يعني الحصى الأخيرة أهي تحتمل. الجمرة الأخيرة يعني الجمرة الكبرى وقد رمى الصغرى والوسطى ومشي. الجمرة الأخيرة تحتمل أيضا أنه لم يرمي للصغرى ولا الوسطى ولا الكبرى، يعني يوم الثالث لم يرمي. السائل بقى وين يا حبيبي عشان يأتينا بالسؤال فنجيب؟ طبعا ما فيش حد، دي ما فيش ولا حد ولا سبت. الوكالة لا تأتي إلا بالعجز، يعني لا تصح الوكالة في الرمي أو في غيره إلا بالعجز. يبقى كأنه لم يوكل أحدا، يعني هو رمى الصغرى والوسطى في اليوم الثالث اليوم التشريق الثالث ولم يرمي الإيش الكبرى، صحيح؟ كلا شيء، عليه دم، عليه دم فيه، وحج صحيح إن شاء الله. طبعا أي دم في هذا ودم في إيش، عليه دمان، الدم الأول دم اليوم في الجمرة الثالثة كأنه لم يرمي، ودم حج طواف الوداع. يعني لو قال لا أنا ذهبت وطفت الوداع، لا طوافك طواف الوداع ليس في محله، لأن مسلم قال آخر عهدي، يبقى آخر عهدي أنه إيه أتم ما عليه من نسك أولا ثم طاف، وهو لم يتم، إذن كلا شيء، عليه دمان، دم الأول للجمرة والدم الثاني لطواف الوداع. هذا عند أهل التحقيق الذين يوجبون طواف الوداع.